عايزين غير العدل، مش 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 عايزين غير العدل. هنفسي رئاسة الجمهورية بإذن الله في الانتخابات القادمة، وأهلا بالبرادع وأيمن نور، وأهلا بيهم كلهم، وعشان هم اللي مرة لها شعبية الحمد لله في وسط شعب مصر المحترم ابتدوا يعملوا الأفلام دي. جمل، موقعة الجمل إيه؟ إذا كان موقعة الجمل، إذا كان دي موقعة الجمل اللي بيقولوا عليها اللي دبرها الحزب الوطني، وأنا رافع قضية في المحكمة بحل الحزب الوطني، ها؟ إذا كان في تقرير من الأمن العام بيقول ان مرتضى منصور لا علاقه له بهذا الموضوع، يبقى انا عايز اقول ايمن نور المزور تاني. انا عايز اعرف يا جماعه، هو ايمن نور هيرشح نفسه ازاي وهو راجل عنده حكم نهائي بالتزوير، واخد حكم نهائي بالتزوير، يترتب عليه يقعد 12 سنه ملوش حق بقى في نقابه الصحفيين ولا نقابه المحامين ولا عضو مجلس الشعب، هيبقى رئيس جمهوريه وعمال يضحك على الشعب. هو فيلم معمول بعد ما انتقدت رئيس الوزراء في مصر النهارده، تاني يوم الحد بعتولي يقول لي اصلك انت قلت للناس روحوا ميدان التحرير. طب انا عايز اسال سؤال، طب واللي اقتحموا ميدان التحرير امبارح وحرروه من البلطجيه؟ ها؟ فانا بقول اهو ما بخافش وهكمل، لكن عندي دعوه من الملك عبد الله. ممكن سافرت مع الملك السعودي، قالت الملك عبد الله السعوديه عاملين مؤتمر المصري الوحيد. اذا الافراج عن مرتضى منصور ومحكمه جنايات القاهره زي ما قلت لحضراتكم في الاخبار قبلت التظلم المقدم منه على قرار حبسه 15 يوم على ذمة قضية التحريض على قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، وقررت الإفراج عن المتهم وإخلاء سبيله، ولكن الإجراءات القانونية لم تكتمل النهاردة. أستاذ أحمد مرتضى منصور، أهلا وسهلا بيك ومنور محطة مصر. أهلا بحضرتك. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بذلت مجهود كبير الأيام اللي فاتت. إن شاء الله مش هيطلع على فشوش إن شاء الله. النهارده ايه اللي حصل بقى؟ فاهم الناس ببساطه كده تاخير الافراج عنه كان بسبب ايه؟ ببساطه شديده، احنا دلوقتي حضرتك سواء انا نزلت الصوابع او ما نزلتش انا مصري ليا كل الحقوق القانونيه. انا هدعي ان انا نزلت وطلبت مساواه وعداله وحريه. القصه باختصار، العداله كانت الاول في تعليمات، ده بيتحبس بتعليمات، ده بيتحبس بتعليمات. على ما اعتقد ما عادش حد فيه بيدي تعليمات. انا هو حضرتك تقدمت بشكوى للسيد وزير العدل، تقدمت بشكوى للسيد المشير رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، ما عنديش غيرهم، يعني ما فيش في مصر حد الجأ له غير دول وشعب مصر والقضاء. في قضيه ملفقه تماما تم تلفيقها للوالد او في اتهام، وما فيش حد فوق المساءله القانونيه، ما فيش حد فوق المحاكمات، وطبقا للقانون ابويا اتحبس وانا احترمت ده لان دي شرعيه قانونيه، ورجعت للقاضي الطبيعي بتاعي اللي هو السيد الداير المستأنف قدام النهارده دايره جنايات. انا بلجأ للقانون حضرتك. صحيح هم اخروني في الاستئناف، المفروض كنت اعمل استئناف من تاني يوم. السيد المستشار اللي بيحقق مع والدي عمل له الاستئناف بعديها ب 13 يوم. بص يا فندم، احنا النهارده قدام حكم قضائي من دايره جنايات اعلى في المستوى القضائي من السيد المحقق اللي حقق مع ابويا. الدايره دي قالت الافراج عن المتهم بلا اي ضمانات لانه حبسه احتياطيا كان غلط. تمام، احنا قدام حكم وده اللي بيحكمنا قانون الاجراءات الجنائيه، وانا حضرتك محامي وجايب الكرنيه معايا اهو. اللي بيحكمني قانون الاجراءات الجنائيه، يا اما هنطبق القانون يا اما يبقى احنا حضرتك معلش الثوره فشلت، وانا بقول للناس كلها الثوره لو القانون ما اتطبقش يبقى فشلت. يبقى كل اللي عملناه ان احنا مشينا رئيس الجمهوريه. بص حضرتك، بعد اذن حضرتك، القاضي بعد ما خدنا الحكم بان والدي يخرج بالافراج عنه، القاضي اللي بيحقق مع والدي استأنف امر الافراج. بشكرك. شكرا. كويس يا فندم. بص حضرتك، ده قانون الاجراءات الجنائيه، معلش. أيوه. انا هدي لحضرتك اللي تقراه. ده الفصل ايه معلش؟ الفصل 12 في استئناف اوامر قاضي التحقيق، اللي هو قاضي التحقيق هو المفترض ان النيابه العامه هي اللي بتحقق في اي قضيه، هي أيوه. سلطه الاتهام في الواقعه دي، لانها وقع ليها اهميه معينه، فوزير العدل انتدب قاضي تحقيق اللي هو الفصل بيتكلم عن قاضي التحقيق. معلش حضرتك، الرقم كام؟ ماده كام؟ الماده 164.
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و156، ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا، وللمتهم أيضا أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس. ده اللي يهمني، أن مين يا فندم؟ لمين؟ للنيابة العامة ولوحدها هي فقط اللي محقها تستأنف. النيابة العامة ما استأنفتش النهاردة، اللي استأنف هو قاضي التحقيق. النص واضح، النيابة العامة تستأنف، اللي استأنف قاضي التحقيق. وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان النص ده كمان منطبق مش على حاله ابويا. في حاله ان محكمه الجنايات بتؤمر بالافراج عن المتهم تنتفي عن اي بني ادم في مصر صفه الاستئناف حتى النيابه، لان هنا النص بيتكلم لو السيد المستشار بقى اللي بيحقق ده كان افرج عن ابويا، فالنيابه من حقها تستأنف تقول لا انا عايز المحكمه أحبس. استأنفت النهارده النيابه، استأنفت لا يا فندم النيابه لم تستأنف. عشان كده ده كانت ثغره؟ لا ده مش ثغره، دي طعمه. طعنه، دي طعنه. انا لم اترك هذا المستشار، لم اتركه. انا بقدم بلاغ النهارده للسيد المستشار النائب العام ان هذا المستشار المحترم، لانه مستشار، لانه مستشار لازم اقول محترم ولازم اقول السيد المستشار، بقدم بلاغ ان بتهمه باحتجاز ابويا دون وجه حق، مواطن محتجز من قبل راجل له صفه قضائيه. انا بقدم بلاغ وبطلب رفع الحصان عنه للتحقيق معه مع النائب العام. قدمت البلاغ الصبح، اقدمه معلش يا فندم. ده بالنسبه للاستئناف. الماده 167 معلش حضرتك، كل الفقره منطبقه علينا، هتقرا بس الفقره. وفي جميع الاحوال يتعين الفصل في الطعن في اوامر معلش الفقره اللي تحتيها، وتختص دائره او اكثر من دوائر المحكمه الابتدائيه او محكمه الجنايات لنظر استئناف اوامر الحبس الاحتياطي او الافراج المؤقت المشار اليهما في هذه الماده، وتكون القرارات الصادره من غرفه المشوره في جميع الاحوال نهائيه. لا يجوز استئنافها. ده القانون يا فندم. انا هتعامل بالقانون بس. خلاص. انا طبعا الساده الافاضل المسؤولين والساده الثوار والساده اللي في مصطفى محمود، كل الساده بتوع مصر، كل مصر كلها شريفه وكلهم حاسن النيه. انا عايز اقول لحضرتك اللي في التحقيق واللي غير التحقيق كلهم حاسن النيه، كلهم وجهه نظرهم اشياء معينه. خلاص انا هطلب منهم، هوريهم حاجه بس بعد اذنك. دلوقتي انت ليه عرضت النقطه دي؟ يعني حاول تدي عنوان. لا يجوز الاستئناف. وايه اللي حصل؟ ابويا النهارده محتجز في سيد مستشار، وظيفته مستشار. احتجز ابويا دون وجه حق، وانا بقدم بلاغ عشان انا عايز يتحقق في البلاغ ده وياخد عقوبته. فهم الناس وفهمني شويه شويه. اتفضل. يعني النهارده صدر قرار افراج عن مرتضى منصور. تمام يا فندم. القرار صدر من مين؟ من محكمه الجنايات، المحكمه العليا. افرجت عنه ليه؟ افرجت عنه لانها ارتأت ان قد ربما ان مفيش جريمه، قد ربما ان في خطا في الاجراءات، يعني ايا كان الاسباب اللي انا هقولها لحضرتك بعد كده. افرجت عنه. المهم ان هي قالت افرجت عنه، ده قرار نهائي وده حكم محكمه. يجب ان نحترمه جميعا. السيد المستشار المحقق استأنف امر الحبس. المحقق بيتبع ايه؟ المحقق ده لوحده. ده في القانون كده لوحده. أيوة. ما بيتبعش حد. ده حد استأنف قرار الحبس. استأنف قرار الحبس. انا عايز الساده انت عايز تقول ان استئناف، انا بس بفهم المواطن العادي يا احمد اللي هو عادي بالزبط. محكمه افرجت عن الاستاذ مرتضى منصور. تمام. والمحقق استأنف قرار الافراج عشان يبقيه وهذا لا يجوز. وهذا لا يجوز بنصين القانون اللي انت طلبت من مني ان انا اقراهم للناس. مش من حقه. هي النص بيقول للنيابه العامه وحدها ان تستأنف. طب هو المحقق مش في التوقيت ده يبقى بيحل محل النيابه العامه؟ ممكن يحل محل النيابه. طب يبقى من حقه؟ لا، لو مفيش نص، النص موجود للنيابه العامه لوحدها. وبعدين بقول لحضرتك حد النيابه العامه في حالتي انا لا تستطيع ان تستأنف. معلش برضه هو يا استاذ معتز عايزك تسالني مسؤول معلش. التحقيق مسؤول التحقيق مش هو دلوقتي بيقوم بمقام النيابه العامه؟ ايوه يا فندم. طيب يبقى من حقه يستأنف. اهو يا فندم، ما انا بجيب لحضرتك فصل ايه؟ قاضي التحقيق. استئناف اوامر قاضي التحقيق. الماده 164 بتقول النيابه بس هي اللي تستأنف. مش قاضي التحقيق، لان هو بيتكلم هنا عن قاضي التحقيق. قال مين اللي من حقه يستأنف؟ النيابه العامه. النيابه العامه وحدها. الحاجة التانية النيابة العامة تستأنف في حالات تانية أصلاً. طب هو المستشار وضعيته إيه؟ قانوناً أنا مش زيك ضريع قانونياً ولا الناس. ولا أنا ضريع. دوره إيه؟ المستشار ملوش دور، خلاص دوره انتهى. كان قاضي التحقيق فقط. قاضي التحقيق فقط. واللي أعلى منه الهيئة اللي أعلى منه اللي هي محكمة جنايات القاهرة
قالت مرتضى يطلع اهو ولا يجوز الطعن عليها وتكون القرارات الصادره من غرفه المشوره اللي هي اللي احنا كنا قدامها النهارده في جميع الاحوال نهائيه. ولكن هو ملك السلطه اللي توقف تنفيذ القرار، لا يملك السلطه. اما هو ليه ما افرجش عنه؟ لان حضرتك ما ينفعش هنقتحم السجن وناخده بالعافيه. انا فاهم، انا بقول لك بقى يعني انت بتقول لا يملك السلطه، لا هو ملك السلطه اهو. المحكمه امرت بالافراج عنه وهو استأنف ضد هذا القرار وتم منع الافراج عنه. لا يملك السلطه. طب هو استأنف ليه؟ استأنف كده قانون البلطجه. قانون احمد حاول ده مستشار، انت قلت بدات تتكلم عنه. سياده المستشار ده المحترم افرج عن السيده عائشه عبد الهادي وله كل الحق بكفاله 10000 جنيه متصور جنبها وهي بتكرم وهو بيكرمها. هو بيكرمها في ايه؟ هو في جمعيه الجيل الذهبي. المستشار يتوسط سامي زين الدين اهو يا فندم، هو المستشار سامي زين الدين. جمعية الجيل الذهبي تقيم المرأة المصرية في عهد الرئيس مبارك. الجمعية دي بتاعت مين؟ بتاعته هو. هو المستشار عامل جمعية؟ سامي زين. أوائل حضرتك بس ثانية واحدة. المستشار سامي زين الدين بقى رئيس محكمة جناية الإسكندرية. له كل الاحترام. أنا لا أعادي القضاء لأنه محترم القضاء. رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية اللي هي الجيل الذهبي بيقول إيه بقى حضرتك؟ زعيمنا الملهم فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وصل بنا بحكمته الى برا الاغمان رغم ما حط بمصر من عواصف. اتفضل حضرتك اهي. ده فين؟ ده في الاحتفاليه دي. في الاحتفاليه دي اللي نشرت فين ساعتها يا استاذ احمد؟ نشرت في جريده عشاق الاهلي. عشاق الاهلي اهي يا فندم. بالصوره ده موجود. انا شايف وهي أنا جنبه اهي. دوري ان انا انقل كل حاجه للناس. وشها فانت بس يعني برضو يا استاذ احمد احنا عملنا الثوره. انا لن اترك ظالم في مصر. اهي الصوره. انه ظلم ابويا. وظلموا بايه يا فندم؟ ده ظلموا بنقول سب وقصف زي ما لفقوا لبابا. ما هو بابا حضرتك لفقت له قضيه سعيد نوفل بالتليفون بقى وادي له حكم 3 سنين ووزير العدل والقصه اللي كانت قديمه دي. احنا في عصر الحريه. مش احنا بنقول كده؟ ده في عصر الحريه وبكل احترام وكل ادب. اللي انا بقوله ده انا بقدم ضده بلاغ. انا مش هروح اضربه يا فندم. ما ينفعش اضرب مستشار. انا بقدم ضده بلاغ. لا واحنا بنتكلم على اداء قانوني. طيب بالظبط يا فندم. حضرتك بتتكلم على اداء قانوني بالظبط. من وجهه نظرك ايه مبرراته؟ لا ده مش وجهه نظري، ده وجهه نظرنا جميعا. اما السيد المستشار يكون بيحقق مع واحده ومتصور جنبها. تقصد مين بنظرنا جميعا؟ وجهه نظر الحق. الحق نسبي حضرتك عايز تقول. لا انا قصدي يعني حضرتك المستشار اللي افرج عن عائشة عبد الهادي ب 10000 جنيه بتاعه الحزب الوطني. جاي يحبس مرتضى منصور. مرتضى منصور يخشى هروبه. يا فندم انا بحبس المتهم احتياطيا عشان ببقى خايف يهرب. ابويا عمره ما سافر في حياته. جات له دعوه من ملك السعوديه الملك عبد الله راح قدمها له. عمره ما سافر في حياته؟ في حياته ما خرجش من مصر وهو صغير وعنده 20 سنه 23 سنه. خلاص قال له يا فندم انا جات لي دعوه وطيرتي النهارده بكره الساعه 6 في التحقيق بتاع بكره. ممكن حضرتك تسالني النهارده؟ قال له لا ما تسافرش. ولو طيب ما جيتش بكره هل هل هو يا استاذ احمد في طلب سياسي من ده؟ ما هو انت لازم يكون برضو في مسببات. ما بص حضرتك احنا انا بص ما اقدرش اقول طلب سياسي. طب انت ليه بتبرر الموقف ده بايه؟ مش ممكن شعب مصر كله يبقى واثق في المشير طنطاوي وواثق في عصام شرف والوزاره دي وانا هاجي اقول لك الوحيد؟ طيب ايا كان اللي حبسه ايا كان اللي حبسه ايا كان. والدي انتقد ناس كتير جدا. انتقد دكتور محمد بعدة، انتقد دكتور ايمن نور، انتقد الشيخ موزة، انتقد الشيخ حمد، انتقد عصام بيه شرف، انتقد ناس كتير. انتقد بعض الثوار. لكن يا فندم احنا النهارده بصدد قضيه قتل. خلاص انا بس تحريض على قتل. ايه هي تحريض على قتل؟ مش هتفرق معايا. انا اقول لحضرتك بقى ايه الراجل اللي طيب. اللي قاتل ده معلش القاتل مرتضى منصور عشان بس احنا ما بنزيدش. خلاص اول شهيد في اسكندريه. اول شهيد اللي هو سيد بلال. البلاغ سيد مستشار النائب العام مين اللي مقدمه؟ مرتضى منصور. خلاص اهو يا فندم. قدموا سيادتكم ابراهيم كذا 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 ومحله المختار حبيب العدلي ضد كل من حبيب العدلي وزير الداخليه السابق حسن عبد الرحمن مدير مباحث امن الدوله النقيب كذا النقيب كذا متشرف بعرض الاتي. اول شهيد في اسكندريه. الحاجه الثانيه في 24 شهيد في سيد بلال. ده مات امتى؟ مات قبل الثوره. طب والبلاغ ده كان امتى؟ البلاغ ده كان من حوالي شهرين ونص.
يعني ما طب المستشار مرتضى منصور ما قدموش ليه خلال اتقدم يا فندم اتقدم لا سوري انا اسف انا قصدي البلاغ مقدم هذه الاسماء عشان اهله هم اللي جونا دلوقتي ما تقدمش ضدهم انا بس واضح للراي العام لم يتم تقديم هذا البلاغ الا بعد الناس بعد دي بعد الناس دي ما بقتش بالظبط في الخدمه بالظبط بالظبط طيب دول 24 شهيد ماتوا في ميدان المطاعيه واحنا ناسينهم لمجرد ان هم ماتوا في ميدان تاني غير ميدان التحرير لا مصر مش ناسيه ميدان التحرير ليه كل الاحترام والتبجيل بس في مصر كانت سويس مش عايزين ننساها احنا عنوان من العناوين الرئيسيه ان الثوره لم تكن ميدان التحرير فقط اه يا فندم 24 شهيد اهم عند حضرتك المحامي بتاعهم توكيل من شهر كام بقى معلش ادور لحضرتك على توكيل شوف لحضرتك التاريخ طب هو موكل عنهم ها ال 24 ال 24 واحد اللي ماتوا في المطريه ايوه يا فندم التوكيل في 2/3/2011 2/3/2011 ماشي ادي الشهداء يا فندم مرتضى منصور بقى اللي عمل موقعة الجمل ده بقى خلاص انا جايب لحضرتك فيديو هنا موقعة الجمل ويا جماعه اللي مش هنلاقي له قضيه هنعمل له قضيه الجمل يا استاذ احمد ماشي لا لا بص خد بالك بس من حاجه خد بالك أنا لا مسؤول لا عن اللي لا ايوه مسؤول بس انا بس باكد حاجه ممكن حضرتك تبص لي اتفضل يا فندم طبعا من غير غمز ربنا يخليك وانا ليا شرف ان حضرتك معايا هنا من غير غمز ولا لمز في القضاء يعني من غير غمز ولا لمز وان يعني الحكايه تبقى خلي بالك انا امبارح هو بالصدفه المحض كانت حلقتي عن القضاء ما بين الاستقلال والتبعيه في مصر كنت مستضيف اثنين قضاة بيجلسوا على المنصه قضاء اجلاء نائب رئيس هيئه القضاء الاداري النيابه الاداريه ورئيس استئناف هو اللي طلع ابويا بيني واتكلمنا وتكلمنا عن ده فانا قصدي ايه ان يكون الاداء قل كيفما شئت ولكن حاضر يعني افهم بدون مش كل مصر كده يا فندم انا والدي كان رئيس محكمه ايوه خلاص وانا عارف يعني ايه قاضي وجوز اختي رئيس محكمه واخواته الثلاثه رؤساء محاكم والعيله كلها معظمها قضائيه يعني بس معلش انا عايز بقى اشوف مرتضى منصور اللي عمل موقعة الجمل ده لا هو مش عمل طب خلينا نتكلم على نقطه محدده هل فعلا الفيديو اللي بيذاع وكل الناس شافته اللي هو بيحرض فيها الناس على ان هم ينتقلوا من مصطفى محمود للتحرير عشان يخلصوا على المتظاهرين هل الفيديو ده حقيقي ولا مش حقيقي لا الفيديو ده مش حقيقي ومتركب متركب هقول لحضرتك ليه بالدليل انا راجل بعنت من زمان يعني ايوه اتفرجوا يا جماعه على الفيديو صوره مرتضى منصور مش موجوده في صوت بس خلاص طيب ورينا الفيديو خلينا نتكلم بعملي صح اه اهواي لحضرتك بقى ايه الفيديو اللي الفيديو كده مش عارف واضح شغله واضح يا سمير واضح اتفضل شغله واضح. يا استاذ احمد بص بليه. يا فندم المايك بس الصوت مسموع والمايك هيكون لا ما تقلقش امان اتفضل اتفضل يا فندم ده الفيديو بقى اتفضل احنا يا جماعه كان عندنا اقتراح نروح ميدان التحرير مرتضى منصور انتقد ده انتقد في التلفزيون هو انتقد في مصطفى محمود بس انتقد دكتور محمد بعيد كل اللي حضرتك تقول لي عليه يروحوا يرفعوا قضيه بلاغ سب وقذف لكن تتهموا بالقتل لا طيب انت بتقولي الفيديو متركب اه يا فندم الفيديو اللي هو اللي اتقال ازاي بقى حضرتك بقى ما شفتوش وانا بدي مفاجاه للناس كلها مش هو اللي موجود على النت انا شفته في تحقيقات عباره عن فيلم كرتون جايبين بابا مثلا وهو ماسك قفص كرتون وحاطين وشه على مجرم اللي هو بيلبس مخطط ده وبيقول ايه يسقط البرادعي مثلا عميل الخاين روحوا جايبين دكتور محمد البرادعي وقاعد حاطط رجل على رجل انا برادعاوي عشان حضرتك تبقى يعني عارف حطيت رجل على رجل ويقول له ده سيدك يا كلب يا ابن كذا
خلاص اسف على الالفاظ. يسقط على يسقط ايمن نور، يروح جايبين مرتضى منصور وهو في لبس الحبس برضه يقول له ايه ايمن نور ده سيدك يا حبساجي وهكذا. الفيديو معمول كده، يروح جايبين له لقطه مش عارف من برنامج ايه ده. الفيديو اللي متقدم فعلا كرتون، ده اللي متقدم لل كرتون يا فندم. طب اللي كل مصر شهدته على اللي انا شوف. مش عارف عندك ولا لا يا سمير؟ عندي عندي انا عندي. ماله ماله بتركب في ايه؟ متركب حضرتك. هو انا ماشيل دلوقتي، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، محكمه النقط احكامها ثابته. الدليل الفيديو مش هيتاخد بيه ولا الدليل بتاعي ولا الدليل بتاعه، لان التكنولوجيا الحديثه خلت اقدر اعمل اي حاجه. وحضرتك شفت يمكن الفيديوهات في برامج لذيذه نازله حضرتك بتشوفها على النت، الناس بتركب صوره رئيس سابق على جسم واحد مش عارف بيعمل حاجات سهله. دي سهله، فما بالك بالصوت. هنا حديث حديث الاستاذ مرتضى منصور. فندم حضرتك عارف التحريض بالقتل ده يعني اقول ايه؟ يعني اقول لحضرتك يا استاذ معتز اطلع دلوقتي اقتل سمير. التحريض واضح. مش هم جايبينه حتى الفيديو متقدم يلا نطلع على ميدان التحرير. انا عايز اقول ان هو نفسه في بدايه كلامه بيقول يا جماعه احنا او كان في كان في اقتراح نروح ميدان التحرير. نروح ميدان التحرير، يعني واضح ان كان في كلام في هذا المنحى وبعدين اتغير. هقول لحضرتك القصه باختصار للاسف. يعني انا راجل كنت في الثوره 25 و29 ونزلت اخر يوم يوم 29 28 كان اخر يوم. وبعدين رئيس مبارك الرئيس السابق طلع قال البيان بتاعه ده والناس تعطفت. نزلت مصطفى محمود. انا هقول بما يرضي الله، انا نزلت مصطفى محمود تقريبا الساعه 1 خلاص. انا شفت الجمال دي وهي معديه في مصطفى محمود. ابتدى يحصل بقى هيصه والناس سخنت زي ما دي حقيقه موقعه الجمل عشان نبقى واضحين. اذا كان في تدخلات من ناس تانية لكن انا بقول لك على الناس المواطنين العاديين اللي راحوا. فجي واحد اسمه دكتور يحيى البستاني ومستشار محمود خالد ومحامي تاني عندنا اسمه استاذ رواد، اقترحنا ان هم يطلعوا يجيبوا بابا من فوق يهدي الناس لان الناس ابتدت تسخن ويلا نطلع ميدان التحرير. وفعلا طلعنا له على الساعه، هو كان عيان اليوم ده، كان عنده دكتور عشان هو جاله الضغط والسكر من ايام قضيه الملفقه اللي قبل كده بتاعت سيد نوفل الله يرحمه. فطلعوا هم الاربعه جابوه، كان الكلام ده الساعه 4 4 ونص. خلاص بابا نزل ميدان مصطفى محمود الساعه 4 ونص تقريبا، ووقف حتى الاول كان في العربيه وبعدين جبنا له وقفوه على فوق عربيه كده كانت عربيه تلفزيون تقريبا. طلع وقعد يتكلم، انتقد، انا مع حضرتك انتقد وانا كنت واقف وانا هتفت معاه بس ما هتفتش لرئيس مبارك. خلاص لان انا كنت بهتف قبلها بيومين لاصق مبارك. انا عايز اقول لك ان حتى على المستوى الشخصي انا مش حكم، ولكن على المستوى الشخصي لو سالتني انا ما بدنش اللي هتف لمبارك ولا اللي هتف ضد مبارك ولا أنا. ده رايي والثوره قامت عشان كل وأنا واحد يقول رايي. انا هتفت في مصطفى محمود رغم اني لا اتفق مع ده اطلاقا، ولكني ما اقدرش ادين شخص هتف لمبارك. ما حسن شحاته مدرب منتخبنا الوطني هتف لمبارك والعديد من الناس هتفت من بار وسمح انور طلع انا هتفت باخلاء ميدان التحرير لان احنا كلنا مصريين. ولكنه احنا بنتكلم على القتل. ولكن القتل شخصيه له قابليه عند الناس والناس بيسمعوا له زي الاستاذ مرتضى منصور لما يقول انا بتكلم من وجهه النظر الاخرى مش وجهه نظري لما يقول للناس يلا نروح التحرير. لا ما نوعيته حضرتك ما قالش كده، قال لي يا جماعه هنفضل قاعدين في مصطفى محمود. انا على فهم الشخص ان حتى الحوار ده كان يسبقه حوار اخر ان انا كان في توجه ان احنا نروح لميدان التحرير وبعدين غيرت كلامي. ده الواضح من اللي انا فهمت صح يعني حضرتك اكيد بتفهم صح. لا ممكن اكون فهمت غلط مش عيب مش اكيد. لا حضرتك انا القصه بحكيها لحضرتك. يلا نروح ميدان التحرير، راحوا جايبينه من البيت. انزل هدي الناس. راح نازل قاعد يتكلم وبعدين راح قايل يا جماعه كان في اقتراح بعد ما اتكلم خالص كان في اقتراح نروح ميدان التحرير. احنا هنفضل قاعدين هنا. هنفضل قاعدين هنا، هنفضل قاعدين في مصطفى محمود وهنزيد في مصطفى محمود وهنسيب اللي في التحرير في التحرير. هو ده اللي اتقال وحضرتك ده ما يدينش. خلاص معلش ممكن تسيب لي فرصه اقول حاجه. هل من المنطقي ان مرتضى منصور يقف مع الحزب الوطني؟ ده الحكم بتاع حل الحزب الوطني، قضيه مرفوعه. انا عايز اقول لك حاجه بدون مصادره على كلامك. اتفضل يا فندم. حكايه الماضي مش هتكلمك النهارده، مش ولا دي
كلامنا ولا قصتنا ان هو كان واقف مع الرئيس مبارك ولا مش واقف مع الرئيس. دي مش قصه خالص. القصه دلوقتي ان في حكم عشان نبقى محددين ونتكلم. في حكم النهارده صدر تمام من محكمه الجنايات تمام بالافراج عن مرتضى منصور تمام كده بقبول التظلم تمام. نصه المقدم من مرتضى منصور على قرار حبسه وقررت الافراج عن المتهم واخلاء سبيل. بالظبط. لما محكمه الجنايات تقول كده فالاصمت انا كنا. ولتصمت بالظبط. في انت بتتكلم ولتصمت المحقق. دي انت بتتكلم في حاجه قانونيه. انا ما انت تتحمل بقى مسؤوليتها لان انا مش مقدرش افهمها بنسبه 100%. بالظبط يا فندم. ده مش حضرتك. انا فاهم بس ما هو انت القانون ليه شعاب. مش انا مش قاعد هنا عشان حضرتك. هو القانون اهو وادي الكرنيه بتاعي. طلع لي حضرتك. انا محامي اهو. طلع لي حضرتك بعد اذنك من القانون كله كلمه ان المحقق البينه على من ادعى. مش انا. ده مش دوري. ده مش دوري. أيوة. انت هتقدم بلاغ بكره للنائب العام. دوري ايه؟ بعيدا عن ان هو اختطف ابويا. بعيدا عن اللي عمله. هو محتجز ابويا بدون وجه حد. مختطف طبعا كده. الاستاذ مرتضى منصور طبعا ورجل بريء. يعني يا ريتني خاطف واحد مدان كمان. انا بقول لحضرتك ابويا بريء. مستحيل. اصل ده ابويا اللي كان بيخليني انزل ميدان التحرير. ده ابويا. انا ما كنتش في ميدان التحرير لان الصور ما كانتش في ميدان التحرير الاول. انا كنت ماشي في جامعه الدول العربيه وماشيين في رحت ميدان التحرير بالليل. يعني لفيت لفيت. ما كانش الصور ميدان التحرير بس. عايز بس اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. ده الحكم بتاع الحل الحزب الوطني اللي رافعها استاذ احمد فضالي. حضر معاه شخصيا مين؟ مرتضى مين؟ منصور. عشان يحل الحزب الوطني. ماشي يا فندم. ده بلاغ معمول في 13/12/2010 ضد مين؟ ضد وزير العدل وضد رئيس اللجنه العليا للانتخابات المستشار سيد عبد العزيز وضد وزير الداخليه وضد مدير الامن لانهم زوروا انتخابات مجلس الشعب. وبعدين ايه؟ مش زوروا بس. انا حضرتك ابويا اتولع فيه جوه مدرسه ومعايا الفيديو لو حضرتك تحب تشوفه. ده اثناء الانتخابات اللي هو كان نازل فيه. بالظبط. دي جنايه. امين الحزب الوطني في الداخليه يا فندم ضرب جدتي بالنار. امين الحزب الوطني في الداخليه ضرب جدتي بالنار. ادي الجنايه. امين الحزب الوطني في الداخليه ولع في بيتنا. خلاص. كل دي يا فندم بلاغات بان هم بيضربونا بيموتونا. بس البلاغات دي كلها في ظل الانتخابات اللي هو لا ده على مدار من سنه 90 من ايام ما الدكتور امال عثمان اللي مع يعني من ايام الدكتور امال عثمان اتزور ضد الانتخابات. 95 كانوا بيجيبوا له بلطجيه. 2010 اللي هي الكبيسه دي هي اللي عملت في مصر كده لانهم كانوا عندهم غباء سياسي. هم اللي عملوا كده. الناس انفجرت منهم. هم دول اللي ولعوا في مصر الحزب الوطني. هاجي انا النهارده تفتكر حضرتك بعد تاريخ حوالي 40 سنه من النضال ضد اي حاجه فاسده او بقول وجهه نظري بحريه. هاجي النهارده هقف مع نظام سقط. هو النظام سقط يوم كام؟ يوم ما الرئيس مبارك تنحى. النظام سقط يوم 28 ساعه ما الشوارع فضيت من الشرطه. هو ده النظام سقط. انا بقى راجل غبي هسيب كل ده؟ كان زماني بقيت رئيس وزراء. مرتضى منصور. هسال حضرتك سؤال. مرتضى منصور لو كان نزل ميدان التحرير كان زمانه فين دلوقتي؟ مش عارف. انا اقول لحضرتك كان زمانه مرفوع على الاعناق من ضمن المرفوعين على الاعناق. طب ليه ما نزلش ميدان التحرير عشان يترفع على الاعناق؟ لان هي مش سبق يا فندم. ميدان التحرير كان ناقص. ميدان التحرير كان فيه لا بس كان بتفرق. ما بتفرق لان انا عشت عمري كله. مش كل الناس عشت عمري كله يعني حتى عشت عمري كله يا فندم بقول الكلام ده. بس انا عايز اقول لك حاجه بس على النقطه دي ماليش دعوه بالاستاذ مرتضى. النزول ميدان التحرير يعني مثلا في اعلاميين كتير لم يكن يجرؤوا ان هم يحطوا رجلهم في ميدان التحرير. النزول في ميدان التحرير كان شهاده شرف وكان تقبل الناس ليك وعدم ايذائهم ليك واحترامهم ليك. يعني عدم نزول. يعني عدم نزول ميدان التحرير شهاده عدم شرف خالص خالص. انا بكلمك على النزول. انا يا فندم ما نزلتش التحرير. لو انتوا فضلتوا تقولوا كده انا بتنازل عن نزول التحرير وبهقول بعد كده ما نزلتش التحرير. القصه مش انا نزلت ولا ما نزلتش. دول ليهم احترامهم لانه نازلوا طالبوا بحاجات احنا كنا بنطلبها. هو ما يجي النهارده عايز حريه وعايز ما تزورش عليا انتخابات وما يضربش عليا نار. ده طلب غلط. اما اجي اقول عايز قانون وعايز عدل ومش عايز حد يتصل بحد. بس يمكن الناس طلبهم سقفهم اعلى من طلبات الناس الثانيه. السقف زاد. السقف زاد بعد كده. وهو دلوقتي الثوار بتوع 25 يناير و28 يناير اللي انا بسميهم ثوار هم دول الناس الاساسيين اللي صحوا الناس كلها. خلاص حضرتك بيقولوا كفايه مش هننزل ميدان التحرير في شرعيه. كان دوري ان انا اناقشك واسال وحتى لو اسئله رخمه. تمام. ولكن حضرتك تعلم وعلى المستوى الشخصي انا حبيت اقولها في الاخر ايه اللي بيربطني بالاستاذ مرتضى منصور. صح. ولكن ده دور المجتمع ودور الناس ودور ان انا بحترم احكام القضاء وما اقدرش اتكلم على القضاء الا لما يكون معايا مستند او وقع. طب الحكم بتاع النهارده بتحترمه ولا لا؟ انا بحترم الحكم وما اقدرش ما احترمش القرار. لا أنا بحترم لا القضاء بكافه. لا احترم الاستئناف. اللي يحترم القضاء ما ياخدش هذا ليس حقه. يبقى اللي ما يتصور معاش عبد الهادي
انا لا احترم هذا القرار. واحده ما الاستاذ مرتضى منصور متصور مع الرئيس مثلا يعني دي لا تعتبر مرتضى منصور مش متصور, مش متصور مع جمال ولا مع جمال ولا علاء ولا علاء ولا اي حد من دول. تخيل بقى عمرنا ما تصورنا معاهم. ابويا اتحبس في عهد جمال عبد الناصر, اتحبس في عهد السادات, اتحبس في عهد مبارك, واتحبس في عهد الثوره. هل ده يجوز يا فندم؟ ده القاضي شتم ابويا في مجله يا فندم. انا مقدم بلاغ. شتم مين القاضي؟ اللي هو السيد المصري سامي العزبي. فين فين انا هعمله دعوه خصومه؟ فين المجله الشتم؟ انا هرده. أيوة لن, أيوة. ينظر لن ينظر ابويا وريني. لن يظلم. وريني دي عشان نقطه مهمه. فين الشتم؟ احنا ما كناش بنخاف من حسني مبارك. مش هخاف دلوقتي. لا تخاف من مين؟ وريني الشتيمه اللي شتمه فيها. يا قضاء مصر العادل, يا قضاء مصر العادل يدعي المرض. وريني مرتضى منصور حاول ادعاء المرض لكن المحقق انتبه وقال له انتبه. انتبه. انا المحقق. طب دي مش انا المحقق قال لي ابوك بريء. انت قلت الجمله دي قبل كده. انا المحقق قال لي ابوك بريء. المحقق اللي هو نفسه أحبسه. اللي هو المستشار سامي عز الدين قال لي هحبسه. اصل هو مش عارف ايه, اصل هو ما نزلش ميدان التحقيق. ماشي ده انا جايب لك ورقه حضرتك. الكلام على مسؤوليتك تاني دي كلام انا زعته قبل كده. طب اقول لحضرتك قال لي ايه تاني؟ قال لي هو انتوا ما هربتوش ليه؟ ما كنتوا تسافروا السعوديه. هل ده يجوز يا فندم؟ مش هينظر ابويا مش هيقف قدامه تاني. حضرتك عارف ليه؟ لان انا مصري نزلت الثوره ومش هخاف. والناس الثوار دول انا بقول لكم ابويا ما قتلش حد ولا يجرؤ. وبعد اذن حضرتك فضل. ابويا في انتخابات مجلس الشعب لما كانوا بيجيبوا له بلطجيه, فانا مره بصراحه اقترحت عليه قلت له بابا ما تيجي نجيب بلطجيه زيهم. يعني اشمعنى؟ اصل بص حضرتك انتخابات مجلس الشعب القديمه دي اللي هم كانوا يقول لك النتيجه مش عارف ايه 300 في المليون والكلام ده, ما كانش حد بينزل. الناس كانت بتنزل كانت بتضرب. يعني ده انا خبير في مجلس الشعب. فقلت له يا بابا بما ان الناس مش هتنزل وهيضربوها ما نوفر على الناس دول ونجيب بلطجيه نامن للناس بتوعنا دخولهم اللي ينتخبوا. قال لي انا لو مات بلطجي انا هعرف انام؟ يا فندم لو عندك مصحف احلف عليه. من غير حلفان. احلف عليه وحياة بنتي يا رب ما اشوف ابويا تاني. لو ابويا ليه علاقه بالجمل ولا بالاسد ولا ليه علاقه باي حد ولا قتل اي حد في حياته. لو ابويا شتم سيد نوفل يا فندم, ابويا اتلفقت له قضيه بسيد نوفل, ابويا بتتلفق له قضيه دلوقتي. الراجل المحترم النهارده رئيس محكمه الجنايات, ثلاثه محترمين, ثلاثه مش واحد. يعني قالوا الراجل هتقدم بكره بلاغ للنائب العام. هتقدم بلاغ للنائب العام؟ اتمنى نقدم بلاغ للنائب العام لان مواطن مصري محتجز دون وجه حق. نقدم يعني ابتدعوا مين ينضم في البلاغ؟ حضرتك بدأ كل الثوار. اختلفنا واتفقنا مع مرتضى منصور. مرتضى منصور ليه مقوله ممكن اقولها؟ اتفضل. ليس من المهم ان يكون الحاكم فاسد او ظالم. ولكن من المهم ان يكون القاضي عادل. لو الحاكم فاسد في قاضي هيرجع له وهيديني حقي. وانا بقول لحضرتك قضاه مصر شرفاء, قضاه مصر ما بيطبقوش غير ده. وانا بكره انا عارف ان انا مش عارف اتكلم في المحكمه لاني ببقى اصغر واحد سنا زي النهارده ما عرفتش اتكلم لان احترمت القاضي. راجل كبير بيكلم راجل كبير, راجل محترم. انا مش هتكلم. انا بكره عارف ان ابويا القضاه هم اللي هيجيبوا له حقه ان شاء الله. ان شاء الله. احمد مرتضى منصور نورتني وسعدتني, واتمنى ان انا اكون اديت لحضرتك الفرصه كامله تقول. بشكرك. شكرا. بشكرك بجد. شكرا يا فندم. اذا بعد الفاصل الدكتور امام الجمصي استاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعيه. السادات كان قال عليه الجمصي فمشي, ولكنه هو الدكتور امام الجمصي. بعد الفاصل في محطه مصر. كلمة محطة مصر لها جرس. العلم المصري فتح الطريق لمحطة مصر إلى قلوب كل المصريين وعقولهم. من ميدان التحرير ببارك لكم بعودة محطة مصر, ويا رب دايما إن شاء الله موجودين معانا ومحدش يقدر تاني ما يخليكوش تطلعوا في أي مكان. ألف مبروك لعودة كل إعلامي شريف ولعودة كل برنامج شريف يدافع عن حق مصر. برنامج محطة مصر. سعداء أن محطة مصر في قلب الميدان مرة ثانية. محطة مصر كيف مليكم. محطة مصر سكتنا ليكم. ألف ألف مبروك لبرنامج محطة مصر, ويا رب يبقى محطة مصر وميدان التحرير ومحطة سعد زغلول وكل محطات المترو. مبروك لينا كلنا, مبروك لعودة محطة مصر بعد الثورة. هو ده
هو ده بقى اللي بيقول ان الثورة بتجيب الناس الشرفاء. بقول ان ده شيء عادي انه كان تتقفل في ظل اللي كان، والعادي انها ترجع في ظل الحاضر. ما عادش في حاجة هتتقفل، كل الشبابيك في مصر اتفتحت، ولو شباك اتقفل هنيجي نفتحه من ميدان التحرير.